السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا توعا أو ونعكسن داو ذي الملك استوى أن قد داو نيسان كسر دوادا برامج كبرنقا وساعدها وكلات كلاس عطان كلسان تي في حرم تيسان مقالة لندن برامج كالا بوغو هذلنا أرمى الصومالي كو عالم كمان توحان كو فرقي دونا أرميه وقود بي لنا على الصومالية وحيابها عن فرقي دونا وحا كم من نقود دونا دوال بارلمان كدولة دا فدرال كاهي الصومالية وحا أي ميل مريان شرعي مدأد أدير هوريا لي او مرور بدبلو علينا سلامر كان اي اتكيد ان بارلمانك الصومالية اي انسحيان هدبا شرعي قاسي هدى بارلمانك هو اي ميل مريان هو اي انسحيان محاكيني ان حلقان شرعي قال الدقالنك ارقبك حسدا اي بارلمانك كل ديردان ان لا ميل مريو برامشك ارنتاس اي واحن كفر قيدو هنا شرعي قال لحريرا لنعا شرعي اهاشيها هي ادن نيسا sidoo kale baarlamaanka ay hore u soo meel mariyay labada aqal isla markaana madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya uu saxiixay waxa ay ka dhigan yihiin iyo waxa ay ku fadhiyaan sharciyadan iyo waxa laga filan karo ayaa barnaamijka ku falanqayn doona waxa barnaamijka la falanqaynaya injineer Axmed Warsame Abdoon oo ala baka falada arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya kuwa caalamka waxa uu ku sugan yahay magaalada Sheffield ee wadanka UK injineer Zuru adiya da maxad tahay maxamed wa salaamaya adiga iyo tiimka kula jooga studio ee Kansan TV barnaamijsan adiga kaga mahadcelinaya waqtigaaga iyo waliba sida barnaamijka aan doonaysid inamaanta bulshada Soomaaliyeed aad ugu faahfaahin sida arrimaha la xiriira sharciyadan injineer sharciga hadaan ka hor marno mid kala dagaalka argagixisada محوك دقيقة شرعي قال لما المري مركز هو مهدسطة محمد قلتي شرعي كان شرعي آدي آد مهيم وقوي مدام الصوماليا لدى على معيسو لدى قال لك أرد بحسنة إن مارتي لسانيو شروع وحن حسوسنا صدح دي قضب حسن الشيخ ولسو شرطي مدحوينا هذا الاستورة الفدرالي هو كرا أها الشباب الورد قال لما حق ملتري إلا غرد قال لما حق ايديولوجيا الدينية إيه إلا غرد قال لما حق مالية ده مركا أهل تاني مهمة بالله رب يقول يا بهاي دولة الصومالية إن لقلتشيو ودوين كأي مالية ده شفل أي سؤال أراد مالية ده الشباب أي مران قبي أهام بالله لطرعي قرر لقلتشيو سيهل كامارة تاي حق ماليه مارتي لغا توجيه لعلها شرع الدفرة اي سوحي دخل كالسوينية وقتها مكا لنعا ماليه ايو شرع قاوحا كروه تابان ايه لنعا يبضان والله حريرة لنعا يبكل الدوان اصامين كوية ران ايه مكا ما دام الشرع قان وشرع مهم ايه هاي لده قال لنكا الشباب يارجع السدى baarlamaanka Soomaaliya muddo dheer ayuu hor yaalay caqabadihii markii hore keenay in baarlamaanka Soomaaliya ay ku dhiiran waayeen inay ansixiyaan ama ay meel mariyaan ee hadda keenay in ay ku dhiiradaan maxaa lagu tilmaami karaa waxa sharciga horta muddo dheer uu yaalay saad horeba u sheegtay waxa lagu meel mari waayeena waxa weeye مارتي قايب كابياشان كورتنقا الجهسدة حسن شيخ بعد الليل استغروا في حافيس كتشوغا دوا مارتي واحد ستين قلود اما توان قلود مراسا عن كامبر نايب مركا حكومة دي كوريين وكل عكر وين شرعي قان الله السمايو شرعي قان قلتينا وحاولي مهمة دقولي هاي وحاولي شرعي وقت ما شرع صومالي كري اي سوي ستين شرعي هو شرعي انترناشنال عالم قدم مكتشغان إن الأجادو بالبقاء مالية شرعي قال وحثوك الطابن يا بقية هيدها العقا هي وحثوك الطابن يا ترسفير كالعقا كالصعد كالصعد كالعقا والله صعدتها ودن كان هدا إنجريس كاين تشوفنو ما انت هدا دمع بالعق إن البقية كرم أحدو لعقتو هدي حد دافتو أخيصو غابا شنكو ربما بقية كم سارتو سؤال قال ويديني waxaa la wadaa lacag tan waxaad u bixinaysaa xaqeed u qotta maxay taa waxa lagu sameynayo waa in diwaan laga qeybaa haddii tadi hay'adaha wax baara hadoo soo galo ee maaratay line ku soo galo ama hay'adaha arrimaha ku shaqada leh ay kula maaratay
وحق أي رياضين كران إلا ماشي العتر وكتمين وحال لقاها اللي يانو والعقاها والعقاها قوضوا مدنة والعقاها اللقايو العقاها اللقايو وحال لقاها وضا العقف ربضان بطبناك ككينيسا العقتها السشر عند الراعي يكوصوا قشي عما واحد يكوصوا قشي الدراكس بكعيكاسوا قشي عما العقتها باطة يدتك عصتها السوامالي اللي قاريو أي كوصوا قشي العقتي بها الدبلوما دي فين هي واللوقين هي مارتي بنقيده يسوسعك لعقد الشرع جالس يسوسعك كده أيه القصور نحضر يا ساسر الجحر علينا يا مركا وحيا بها سال الدنيا اللي جهر تجو إن مركا ناس الدول اللي جهيو والجو قصبو قلوي كمالية دهية إن هيان لعكستا وصوقشة ماشى الغكام لعجها مثلا هل كان ده دون سنة بنقى العقد جاتو شن كون أو سكحر هذا مر بنقى جيسو أيه ده لفت الوين دول الجامرة مركا سومالي وحدون النساء يصير كم وقت شرعي عن هذا الله أنسحيه إن نظام كاس عالمي كأهل الجمع المري لكن محمد عقبض فربضا عيكو قدام شرعي عن وحكو قدام شرعي عن هرتا شرع مركي اللي سوينا يصير السبب باهي باكر باهي هو أنه هاي نام وشرعي عن هو كلفتي لكن هدنا وحمهيم أهل الله أجو فرد شرعي اللي سوينا فرد وكانوا سير لو فيني أنا جو بركة حتى بضها وين هذا يجمع وضع حتى صومالي وحوي هاي ذا أما إن السجشنة ده واحد فين له وضعيف ما دام أي ضعيف يهين ده أطبرن على الحين وحن كي يا بعدين ماشى حق بضه وين مكتم عضو أو أما ده بعشرة كل سن نظيف يهاي اللي بعطيه أما مقرر إسار إدت أن وحبك قرب سنباته دوش لغا سارو أيضو مارتاي سوابك هلي أعودو لو بيك سنيو لكن شرعي من لو باهي هاوا شرعي لو باهي عاديات لو باه مرهر لو باهنا من الفلين كرا غريب بي أنو حنقبا فلين تيسا إن دباته وين كايمان إسو وحا كلو جرتفون تي شرعي لان وحي إهد إن دوت بلار الغي إسو إنت اللو توبر إدت فلين كرتا وحي لباري كرو إن حتى لغات مادعيو هايدها أو قسيو oo sida gaarka ah maarta u taabanayo sida qabanqiyada iyo maarta xawaaladaha iyo in magaranaysa si fican loogu tafasiro oo sharci la fahamsan yahay maxaa dambi ah maxaa dambi ahayn maxaa qaban kara maxaa la ii ogolayn in wixii maartay si fican dadka loogu bayaaniyaan waa fiicnaad barnaamijyo laga sameeyo haday tahay telefishinada haday tahay raadiyada haday tahay magaranaysa siyaabo kale oo kala duwan هب روايات واحدة صلاة إن دك هرت أي فهم سيئين محله يقول ودن كان أن كهل لنا وود الصد الصناعة دولة لهين أما الدولة هذه لها شرتبة أي واحدة عيفة معنوين أن لهين أي عين وعم بكو عادي إسكندا واحد كلا إن أي إن خجان كدلك أما ودن ك إن هاي ده هو إن أبن جود الله إلى له ودك هاي هذا جوا إن 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 لون عيب وسارة ولا بقولنا يي لود تقال ما يهود الله لون عيب ما هو بارت أبن جود سايع مركا شرعه نباتي سنوه وطا باهدون وما شوه تالا وطا انجنيري لكن سيدا هاي ان دادكو اي سنفة همسنين واحا شرعيقان اوي هاي واحا لقدون ايو واحا اي كلاكول مكران دين بيهد اي قليان سيدا اي مركا لوغو هرتاقي كرا ان نباتو لوغو يستو دادكا شعبكا sidoo kale lagu ciqaabo dadka dambiyada galay ee taas weeye walwalka dhan beesho ka taagan yahay maxamedow ee runtii waxa loo baahan yahay oo baahi weyn loo qaba dad loo tababaro sharciga waxa baahi weyn loo qaba in magalnaysa ee waxa xalaasha iyo waxa xaaladda ay dadku fahamsan yihiin hay'ad qasatan hay'adaha maaliyadda ku shaqada leh wadankeena waa wadan runtii musuqmaasuq aad ugu badan yahay waxaa baa lagu tilmaamaa inuu ka mid yahay shanta dal ee adduunka ugu musuqmaasuq badan wadanka noocaas oo kale ah waxaa aad bay u adkaanaysaa in kontrol adag la saaro isku socodka dhaqaalaha iyo mataqaanaa xoolahan argagixisadu intay dadka ka dhacdo ay dib maaragtay bangiyada u gashanayaan oo ay dib guryaha ugu dhisanayaan dhulka ugu iibsanayaan waxay noqonaysaa si maaragtay sharcigu wax looga qaban karo in dhaqdhaqaaqa ma aha keliya in lagu mashquulo xawaaladaha iyo bangiyadeen
meelaha wax lagu kala gata xataa isha lagu hayo dhulka la gadanayo dhulka markaad gadanayso in la isweydiiyo lacagtaa dhulka lagu gata xagee laga keenay waxaan ognahay hay-adan argagixisada ah ee lagu daba jiro sharcigan ayaga daraaddood loo sameeyey in ma garanaysaa ay guryaha ugu badan iyo dhulka ugu badan ay gataan in lacagtooda ay dhul gashtaan in ma garanaysaa dariiqyo noocaas oo kale ah ay mar aha keliya magaalada muqdisho waa dalka oo dhan guud ahaan dalka oo dhan weeye in maaragtay iyadana waxaa kaloo qodob kale waxaa jira meeshaan dadka dowladda u shaqeeya argagixisada keliya ma shaqaalaha dowladda inay lacag fara badan oo dhaqaalo badan oo dalku leeyahay inta lala baxo laxado in lagu dhulka la gashto oo guryo lagu gato oo waxaad arkaysaa nin gebigiisaba saddex sare ka badan aan shaqaynin oo saddex dabaq iyo afar dabaq dhisanaya waxa weeye waxyaabahaas in la reero waa in lagu raadiya waxaa sheekooyinka hadda soomaalia caadi ka nahda waxa weeye konton jir konton milyan haysta soddon jir soddon milyan haysta soddonka milyan xagee ka timid xageed ka soo shaqaysa ma lotary baad ku guuraysato maaratay ayaad ka hesha ilaan lacag intaa la eg qof ma shaqayn karo marka waa in la dabagal lagu sameeya meeshaan waxaan laga keenay xagee ahay goormaad shaqaysa maxoolo horaad lahayd ma xoolahaad abbaha ka dhaxasho maxaad xagee ka timid konton jirka kontonka milyan haysta xaguu kala yimid kontonkan milyan marka sharcigu waa sharci ballaaran oo ka hortegaya musuq maasuqa maaha keliya argagixiso in la raadinaye musuq maasuqa inuu mataqaana soo afjaro hantidan shacabku leeyahay ee layska boogayo ee waxa la doon marka waxyaabahaas oo dhan wixii dabagal ku samayn lahaa oo dee aan dadka lagu beegsan ama qabiil aadan qofka lagu beegsan ama dagaal idinkala dhexeeya aadan ku beegsane hay-adaha waxaa baarayan ka wada aysan ku beegsane wada sharciyeed ee la degsan ee maaragtay qeexan ee dadka lagu maaragtay lagu bartilmaameysto dad baarista yaqaano la keeno la baaro wixii intaa qofka layska qabsan intaan maaragtay beecmushtarkiisa layska xiran intaan dhibaato kale loo geysan dad inta dabagal sameeya baara meesha waxaanu ka yimaadeen ilaa tegi kara maaragtay salka hoose tegi kara meesha ugu hooseysa tegi kara oo markaas wax cadaynanta miiska soo saara lala xisaabtami karo cidda waxaan ugu arko maxamed waa tahay injineere sidoo kale waxaa jirta oo dad badan ay la socdaan in marar badan ururka al-shabaab iyo dadka kale ee lamidka ah marka lasoo qabto ama daacish magacay doonaan hala baxaane in maxkamado la saarayo maxkamadda ciidamada la geynayo isla markaana kuwa lagu helo dembiyada in ay ka mid ahaayeen dilo lagu xukumayay sharcigan marka la meelmariyay hadda maxaa kale oo ciqaab ah oo shabaabka dhankooda uu kusoo kordhinayaa maadaama la og yahay in markii horeba la dilayay xabsiyad dhaadheerna lagu xukumayay su-aal aad iyo aad u fiican weeye horta midaan rabaa inaan su-aashaada ka dhex iraado ah arrinta ah shabaabka horta sharcigan la dagaalanka maaliyadda sharci darrada ah argagixisada keliya ma ah oo saan hadday aan soo sharxayba waa sharci runtii taabanaya shabaabka la sheegaya laftiisa ayaa isaguba wuxuu u baahan yahay qeexis kale shabaabka kuwa casarka magaalada keliya ma kuwa waxaa jira la yihahdo qoloda maaratay magaalada kudhex jira dhaqaaqooda badnayn u kala qaybsanna qolooyinka mataqaana xukraadinta qolooyinka ma garanaysa lacag aruurinta qolooyinka ma garanaysa waxaa kaloo jira qolooyin badan oo dowladda ka shaqeeya oo haya meelo sarsare oo haddana ay mataqaanaa sibisanta ah oo la shaqeeya shabaab ayaa jira ama reer ahaan ha kula shaqeeyaan oo dee kuwa meesha madaxka ha ku reer ahaadaan ama ha kula shaqeeyaan qaab kaloo ganacsi oo ka dhexeeya ama aqoon hore laysu lahaaba ha ahaato marka waxaan lagu beegsanayaa shabaabku hal qoloha kuwa ka inta ku jira keliya maahe magaaladay joogaan hay-aday joogaan isbitaaladay ka shaqeeyaan waxay ka shaqeeyan bangiyaday ka shaqeeyaan dowladday u shaqeeyaan meel walbay ku jiraan marka waxaasoo dhan baa la doonayaa in inta dabagal lagu sameeyo lasoo afjaro runtiina caqabadaha ugu waaweyn oon arkay horta su-aashaada haddaan kusoo noqdo maxay nimankii la dilaya keliya kusoo kordhin karaan nimanka la dilaya waa kooxa waa qayb waay hal qayb waay laakiin qaybahan kale hadda kuu sheegay
أما الدولة مش غير هي أما جرع ستضع أما مجرد يسافوه ويرد هذا ما تقارن حافظها تشيفة ورجال وقبت شباب وحاصل من إلا صوت قبت عيه تعرف تلسان ليس مركز هيدها مالتي قولا أنا وحي تقي هيدها ملتري إنك استو توحى ربنا لا أدو ماشي ما محكمة ملتري لا أدو لكن وحى محبة هي هيقولنا إن محكمة سبيليا كلفتوا ده أي دور كده ماشي كقاتل وحق أنا الله مريو وكنا ذا نيجونا أي سدوا كله أي أفريان مارتي عدي الوقفته دولة واحدة نعيسي والشباب موجود بنيسي حقت قوة بحني وحصل مرك وحن واسمه القفلين وان السارين محمد وطاي أن سد الأكسوية هاي مقالة مقدشو عاصمة الصومالية ما كان العق بدن أي كقاضيين ولو هيك قادان قيبه كميدا سدا ددك اي خلبانه ايديمها marka ay jeedinayaan ay sheegayaan sidoo kale masuuliyiinta dawladda ay marka hadlayaan ay leeyihiin halaga joojiyo lacagaha taasi oo muujinaysa halaga joojidaasi in ay wali qaadanayaan lacag marka dadka nimankan la shaqeynayay oo qaar kood cabsida kula shaqeynayeen oo hantidooda inay badbaadsadaan kula shaqeynayeen maxaa xal u noqonaya marka sharciga uu soo baxay kadib marxalad adag bay gelayaan runtii waa mid oo dawladdu way la xisaabtamaysa waxa weeye ingiriis waxa ay leeyahay between a rock and hard place meel ciriiri ah gelaya oo ah waa mar ninkii wax dilayay ee dawladdii awooddeedu ma gaarto inay nimankii wax dilay wax baadayay ay maaratay kasifaysa magaalada oo magaalada magaalo amniga ka dhigto waa mid kale dhinaca kale runtii nimankii halkaan u taagtaagan yihiin oo bastoolada maaratay gudiga ugu wada jira oo maaratay uu arkaya marka horta nimanka awalba way dhibaataystaayeen haddana laba meel un bay ku noqonaysaa dhibaatada midna waa mid la xisaabtan oo dawladdii ay la timid oo ay leedahay maaratay waxa kusoo gala xagee ka yimaadeen waxaad bixisay maxaageed u bixisay dhaqaalahan u bixisay faraha badan leyn uu soo gala laga yaabo dad lacago uu bixiyey ama mataqaanaa ay inta la soo helo ayaga dib loogula soo laabto marka dhibaato way baahaysata hadda ka horba waad ogeedo hodheelo badan baa la burburiyey hay-ado badan baa saasoo kale maartay tal gudaha loogu galay ewer laga dhigay sida hoteeladii oo kale haddii awalna cid maartay wax insurance ku jira ama caymis ku jirana may ahayn wax maartay ay dowladda awalba celinaysana may jirin marka dhibanayaashu waa dadkaas dadka dhibaatada weyn haysto waa dadka ganacsatada ah maarata ganacsiga xalaasha aan idhaahda ah inkastoo ganacsato fura badan haddii dabagal lagu sameeyo wax layska weydiiyo halka xooluhu ka yimaadeen laga yaaba xataa inay meel mugdiyo galaan wadanku waa wadan musuqmaasuq wadanku waa wadan magaraysa wax istabamar isku badan yihiin wadanku waa wadan aan muddo dheer nidaam lahayn iyo maaratay wax maaratay shuruucda aanaysan la meel mariyo aan lahayn intiisa badanna amba dawladdu macnale aysan ka jirin waa tahay marka sharcigan hadda waa la meel mariyey waxaa ka horreeyey sharci kale oo hay-adda nisa ay yeelanayso kaasi oo ah sharciga lagu dhaqayo hay-adda nisa oo u dhexaynaya bulshada iyo hay-adda sharcigaas marka aad eegtid maxaa uu kusoo kordhi karaa hay-adda muxuu se yahay dad badan faham badan kama haystaan dad qaar kalu waxay isweydiinayaan hay-adda nisa markii horeba ma sharciyaysanayn miyaa sharci sida hay-adda ciidanka booliska oo kale militariga oo kale ciidamada miyaysa markii horeba ka tirsanayn runtii maxamedow hay-adda nisa hay-ad sharciyaysan may ahayn hay-ad waxay ahayd hadba ciddii joogta say doonta ay ugu takri falato oo loo adeegsado runtii hay-ad sirdoon baa horta hay-addan magaca ay waato waa magac sirdoon sirdoonkuna waxa weeye waa amnigu ka mid yahay in maaratay laba qaybood weeyo kan gudaha sirdoonka gudaha iyo sirdoonka dibadda ahaado waxayba ahayd markeedi horeba inaan ciidamada lagu daray dawladdii militariga hadba ciidamada kamid dhigteen markeedi hore waxay ahayd inaan ciidamada aysan ka mid ahayn ee ay ahaata qayb qaabka booliiska oo kale ah oo sida hadda waddamadan reer yurub lagu yaqaano maaratay waxaanoo dhan ka madax bannaan inay ahaatay ahayd marka waxaa muuqata weli si qalan in loo isticmaalayo hay-addii oo waagii hore hay-addu
markaan leeyahay waagoor wax ku wada xilligii dowladnimada ay jirtay ee militarigu meesha haysteen hay-adda waxaa loo isticmaalay in dadka lagu basaaso, in maaragtay dadka lagu dhagaysto, in layska kaasoo xirto sidii la doonlay, intii la doonlay, in xataa dad badan ayaa gacanta hay-addan ku maqan oo ta iyagu xirteen aan dib meel alla meel ay mareen aan la garanaynin la toosay in la laayay. Marka hay-ad waxay ahayd lagu takrifasho awood saa'ida oo dadka lagu waxyeelay ayay ahayd. Hadda haddii sharciga loo sameeyana kulli la arki doonaa inay maaragtay ay hay-ad ka duwan ay noqotay iyo in kale. Waawan hadda waxay kamid tahay hay-adaha ciidamada qalabka siday kamid tahay oo maaragtay waa hay-ad ciidan. Marka runtii sharcigan hadda la sameeyey marka ugu horreysa ah laftiisa mugti fara badan baa ku jira. Madowgee maalmo dhaweeto markii aqalka sare la geeyey dood badan baa ka timid, waxbaa layska weydiiyey war hay-addan sharciga dib loogu noqdo sharcigan waaweyn hay-addu inaysan noqon hay-ad loo adeegsado in dadka lagu dhibaateeyo, inaysan noqon hay-ad maaragtay xuquuqda bini-aadamka soomaaliga qofka soomaaliga muwaadinka aan xuquuqdiisa meel looga dhicin aysan noqon, ma cadda awoodaha ay dadka isaga xiran karto. Waxaa ji dhacday oo hadda ka hor ma jirtay aan isleeya waana dhici doontaa in qof layska soo xirto iyadoo warqad maxkamadeed la wada, waxaa dhici doonta in qof layska hayo iyadoo oo aan maxkamadna la geyn dembina lagu soo oogin iyagoo oo magaranaysaa. Laakiin qodobada hadda waxaa ka mid ah in lasoo saaray in hay-addu muddada ay hay karto qofka ay soo qabato wixii ka dambeeyana ay tahay inay maxkamad u gudbiso. Marka xilligii hore waxaa dhici jirtay in intaasoo sano dadka qaarkood ay iska xiran yihiin, la yidhahdo hay-addii u xiran yihiin, maxkamad aan la keenin, qolo kale ku warqabta aysan jirin meesha ay ku xiran yihiin oo awood ahaan loo adeegsan jiray. Laakiin hadda in sharci loo sameeyey oo la yidhi muddada intaas la eg ayaa hay-addu hay kartaa inta aysan maxkamad geyn ka hor, wixii ka dambeeyana waa inay maxkamad geyso, miyaysan noqonaynin arrin muhiim ah oo bulshada Soomaaliyeed ee markii hore dhibaatooyin kale kulmi jiray inay muddo iska xirnaadaan dadku hadda ay kaga badbaadayaan dhibaato hay-adda uga timaado? Su-aal fiican bay ahaan lahayd hadday sidaas tahay. Waxbaba lagama sheegeen, laakiin waxaa jirta daldaloolo badan bay samaysteen in mataa la dhihi karo qofka baaritaan saa'ida ayaa noogu dhiban, in maanta la dheerayn karo, in laiskasii dheeraysan karo, wax xadidayana aysan jirin. Taas waxaa ka aniga igala sii daran inaan sharcigan si fiican looga doodin. Qodobka muhiimadda leh anugu dhaliisha aan sharciga ujeedinay waxaa ka mid a inaan si wanaagsan doodiisa loo sameeyo, labada aqalba aan laga doodin. Maalin dhowto waa nagay maqlaynay in maaragtay aqalka sare sharcigan yaa lagu degdegay hallamataqaanaa ha laga fakaro, sababtoo ah horta sideeda saar hore hadda mar horeba usoo sheegay sharci baahi baa keenta, laakiin waxaa ka horeysa sharcigu in la fulin karo oo weliba si waafaqsan shuruucda dalka loo fulin karo ee uusan noqon sharcigu mid xaquuqda muwaadinka meel uga dhaca uusan noqon, oo inta layska haysto muddo, hadba la dheeraysto, hadba warqad laga soo qaato, marka ugu dambeyntahay qofkii maaragtay waqtigiisii iyo maalkiisii iyo wixii uu howlihii uu lahaa oo dhan lagu burburiyo, in hadhow la yihahdo waxba waa lagu waayay la sii daayo, ama odayaal iyo qabaa'il iyo wax ka daba yimaadaan oo waad garanaysa hadda dalku hadda marxaladda uu maraya inta laga daba yimaado oo madaxweynaha loo tago oo ra-iisul wasaaraha loo tago oo wasiirka loo tago oo ninka agaasimaha ah loo tago oo ama laaluushii dhaqaalo fara badan lagu bixiyo ee qofkii saa lagu soo daayo. Marka sharcigu waa inuu waxyaabahaas oo dhan mataqaanaa uu ka nasahay uusan maaragtay meel ka dhacaas aysan imaan karin. Taas wey ta walwalka ugu weyn meesha taalla maxaa waa tahay. Marka mas-uuliyiinta hay-adda in iyagu ay sameeyaan sharciga ay kusoo ay baarlamaankii iyo ay keenaan oo ay yidhaahdaan sharcigan hal ansixiyo, maxay ka faa'iidayaan? Anigu waxaan isleeyahay wixii aan soo aragnay oo hore ayaa laga faa'iidayaa oo ah sharci hay-addu inay noqoto aalad si xataa siyaasadda loo isticmaalo. Waxaad ogtahay hadda laakiin sida la ogsoon yahay mas-uuliyiinta hay-adda soo maray waxa ay mar walba ay awood u haysteen oo awood aan lagula xisaabtamaynin oo sharci
أقبلني أما علني أما لو أديك سنة أي شيء ترى أيه هايستين مركا هذا تصال ما هاد سلاله كلا قاسي ما هاي أدى إن وحل كان صوت دتشيو إن هاي أدى الشرع اللوصة ما يو السجا عقبت سوكم أنا قكرت كنت السجا عقبت أنا ما يصير ويكون قرن الساعة أنتوا ماشي تشوفوا هذا حكم أخيو ماشي السجا بدينا تعرف كيف هايستا لكن شدك صوت شرين ويا روح كهلا يو وهاي أدى إلا يو حلقت لقاط حرية إلا يو قاسة هودنا حلقة بالتريقة لو استعمالي عبرنتا بلك نباتين تا مواد كصومالية والله كأي أنا واحد تاي دقة كلام مية قانا هاي يدي دب من الله تام بريا وهي يدي محمد الله بريا ودك هاي يدك شغل من اللي بدلية دك أقول من اللي كينية دك شروع ده فهم سن من اللي كينية مسوي لش الشر دك لينية هو هذا وهذا مارتي مقالات مقدسة كوهرنا يدك إكس بارلمانيو دك كوهرنا يك نساس اللد عي أيك يوم إيش تقول ليش شرعي على دي السبي وحيوبا حتى أنت أنا وكله نوع أنا وكله بركة الدنيا وحلقة قبته وحيوبا حتى هاي إن مارتي قبل كده بعد مارتي إن يد دبوها بين وصمي قبل كده دبوها بين وصمي والشرعي كان حتى الرسول صاري وحوي ووح وعالدة أما تولك أي استعمال يعني أيق اللفت وده نحد وده لا 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 ولا وح إلا توبر وقول يعني تلقى قادر لنا هيدنا بتشوف باتين مقرنا إسا هيد سردوب باتين سرت خرادية أنا مسخات حتى أيوة أركنا إسكنا سنتا أما أيوة أبا أبو لنتا هيد أيا مقرى ذا قبعة عمو قبتي مركات أفير سنتو وحين واحد يسبدلي مجرى أنا ورقناها شرعية وكبرين با يسبدلي تاسو ضدك الشعب كانوا يقولون ما تيدو كرو إلا روش هو قادم كرو نغارة لقى أبوري كرو الشعب كان من حق يسمى كذا يكتو أي أنه مطبع تشوك هالكاقي تشوك واتاي شرعيه ده هذا اللي سميه كنيسة أي كميت هاي كان أرجع سر درك أي كميت هين حلي بعنا بارلمان كدولة فضل هالك كميت أها مدوحة أي شيء بيين أو أي حلي بعنا ذاك على أي كو أيدين يين إن سببها شرعيه ده نوع عن الله مل مرينين أي تهاي علاس كهيستر إن عشباب مركا هذا شرعيه ده لما مل مريء علاس إنتي لقى أي سار كرام أورك الشباب كنت عريس بدو بيساري كرا قاسة كان مالية ديان قصوها هذا اللي لكن حتى هذا الكي هو رأي عمدب عريق يقول نقضو عنو هذا الكي يقول معناه يقول ماها إن هندي دانا هي شرعية دا شرعية دا هو شرعية واللوبة هي شرعية اللي قصة بيه هدي تهاي النسا هي هدي تهاي عندي حسنة سيدة غارها الوضع ومين لها واللوبة هي لكن واحد عنو مروا لك هذا يقاب كالفلد دوا واحد عن دليل يعني واحد تهاي كرتدي يا أود فلنت ملامة ملاه يهدد ملاه تبرع واسبد المقطع ملغسمي ما سووه عيوه سووا بسون باور هذا لو سووا هذا بالله صقر ناس ويا ترى نوع كهذا يوم واحد رجال يا معمول كندام كالمحكوس سمينا المحكوس سمين كنا ويه رانا ويه أقل دنايين إن هذا نهدا ندد كلا لكن ويه سير المحكوس صحرية اسبد الكم عمان يوم مركا رنتي شرعية ده ولو باي ها فلنت هذا wa mahbaliil badan baa saaran wa tay injineer ugu dambeyntii waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo marka xaaladda hadda dalka Soomaaliya waxa ka soconaya dagaalo meelo badan ka socda ururka al-shabaab ayaa lagu la dagaalamaya wararka ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in xitaa ciidamada Ethiopia ka socda oo aan admas kamid ahayn ama amisom kamid ahayn ay soo galeen in ma isleedahay xilligan waxa la joogaa xilligi shabaab laga guuleysanayo أدي أت طبعاً وأنا وأنت أرتز وأنا بقادم رنتينا وحن لكن أنا القبا دجال دجال كان اللي وحن شوي فتح يا بدي سوشر شعب يقعدوا خليلي وقولوا لي سيبنا نشوف هذا دولتي أو تاجرتي أو رنتي أو جامي سيها ترى يا عالم في أو هلنا أو بارت دجالنا كبحني كان عاوم يا حق عرقه إن مارتن نما كان لقى أتقاله لكن هذا مال ما هم طب واحد وما ليس قابس إنه تشوف رنتي نما كي على رأي بحسنه جودت ك مارتن بحال هذا الجسو ساري نما كي هذا وحوي عيد بوا رب الله قاسة تدين عاد كافر هذا شبلا خاصة يشبلا نحبه مركا رنتي
أنو وحن سلي هاي برشر إن الغير هي غلط وين بيهد لبعض بلو هذا الصور نافر برشر كأبل الغير هي برشر إن مرة بكر خلاص يقال برشر كعكوا ولا عدد سكر واحد يدمنك الجود بتشلو واحد لغطيه واحد لبلي واحد لحرر لغدره تاس كل خلاص يقال بعدين هذا مجال ده مقدسه عبد الكريم بلارم باسوس ما كوا سوا عرر مجال ده سوا كله مجال ده بتصف كل هنا يا بتكيلو قبل كان نبض بصوت دباله عبد التفاد أول قبل كان يسطع بس كأف كورنا وكوحداس نبديت كأه على كتشيت كأه وأرحنا على هين ندين نهرين نبنا عن هرين بالعادة نبنا عن هرين محمد وتاي هذه هذا يوم كم هذا علينا يا داودي البرامج كبرني كل ما أنتوا وهذا إني أريمها لنا شرعية لا صحية البرلمان كصومالية يا صحية قاركون بدفعينه وصحية أنت أيام خصوصا قبل كمان إن برامج كواحد لسه عسيني أنا محمد سلطان وحى فلنقينا يي أو قد كإسكيب كستوس وكشري إنجنيير أحمد ورسمة عبد الدون أو خصوصا المجال هذا شفيل أودن في يو كي أنت البرامج كان برامج حيكون دونا رمانتر وعليك يا تيجي ناس دا ينقلوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.